أول نقطة في المناهج والدروس الجانب اللاهوتي يلزم أن تهدف جميع دروسنا إلى تمجيد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، على أن يكون هذا بمستويات حسب مراحل النمو، على أن يكون هذا بمستويات تتفق مع مراحل النمو. يعني ما اقدرش التلميذ في ابتدائي واقول له الفرق بين الاقنوم وبين الطبيعه وبين الجوهر، الواد يبص كده هو ويندهش ويستعجب. انما يقدر الولد في ابتدائي يعرف ان الرب يسوع له المجد كان في الاردن بيتعمد، والاب السماوي كان يمجده ويعلن انه هو ابنه الحبيب الذي سر به قلبي، ويدعونا الى ان نطيعه، وان الروح القدس حل على شكل حمام في يترسب عند الولد نقطه مهمه جدا وهي التمايز الاقنومي. لان الحقيقه يا اولادي احنا واقعين في بدعه سبيليوس، تقريبا غالبية اللقباط واقعين في هذه البدع بدون ما هم دريانين. سابيليوس قال ان الله واحد، اقنوم واحد وليس ثلاث، ولكنه اخذ ثلاث اشكال. ففي العهد القديم سمي الاب، وفي العهد الجديد سمي الابن، وثم في عهد الكنيسة بعد العنصرة سمي الروح القدس. وأنه لا يوجد تمايز ولا أي حاجة بين الآب والابن والروح القدس، لأنه أقنوم إيه؟ واحد. وده المصيبة اللي إحنا واقعين فيها بسبب الإسلام، لأن الإسلام بيرعبنا من فكرة الثالوث. وبيتملي يتكلم على إن الذين يقولون بوحدة الثلاث في الجوهر الواحد هم كفرة. فإحنا بنقول خلاص نريح نفسنا إن الله واحد وبس وانتهى. وأتذكر إني فاكر أنا في مريمينا كنت وعصت يوم جمعة من حوالي 20 ولا فوق 20 سنة، كان الإنجيل عن الآب يحب الإبن والإبن يحب الآب وخدمه. فكنت بتكلم عن علاقة الحب المتفجرة من قلب الآب للإبن بواسطة الروح للقدس. وحتى أقول لهم إحنا في مسيرة جهادنا الروحي نسعى كلنا في مسيرتنا نحو الآب من خلال شركتنا مع الإبن بواسطة قوة وفعالية الروح للقدس. وحتى أتكلم على إنهم وإن كانوا في وحدة الجوهر الواحد، ولكن الآب إنما هو يحب الإبن، والإبن يبادر الآب حبا بحب، والروح القدس ينقل هذا الحب بتيار أزلي أبدي من الآب إليه. طبعا أنا فاكر وأنا كنت واقف على السلام كده هو تملي بحي الشبان والشعب والبتاع، كان عامت إيديا كده وأنا خادم في أمين مدارس أحدنا، وبصيت واحد قال لي يا ريتني ما كنت سمعتك. قال لي قلبت دماغي. راجل كبير في السن كده هو، ومن الناس اللي بيحضروا الكنيسة تقريبا، يعني ما فيش خدمة كنسية لو بيحضروا. قلت له ليه؟ قال لي لخبطتني. قلت له ليه بس ليه؟ قال لي حتى تقول حاجة اسمه الآب وحاجة اسمه الابن. قلت له طب ما هو الآب هو الابن. قال لي آه. فهمت ان هو واقع في ايه؟ في بين السبيل. وبعدين قلت له وهو الروح القدس؟ قال لي اه. يعني الاب هو الابن هو الروح القدس؟ قال لي بالظبط كده، هو ده اللي عارفينه ان الله واحد، هو الاب والابن والروح القدس. قلت له طيب ما احنا عارفين انه واحد، ولكن واحد فيه الجوهر، ولكن الاقنوم متمايز.
فطبيعة يعني الثالوث دي فيه تمايز الأقنومي بدون ما يكون فيه انفصال، مفيش انفصال، ولكن فيه عمل في شخص الابن مع شخص الاب مع شخص الروح القدس. جنن الراجل وقال لي اهو ده الكفر. قلت له يا عم بس انت راجل كنسي، انت مش بتصلي بالاجبيه؟ قال اه. قلت له الصبح بدري لما بتصبح بتصلي بتقول ايه؟ ان الاب اختارك والابن تنازل وتجسد منك والروح القدس ايه؟ ظللك. هل الاب هو اللي تجسد منها؟ لا. طيب كويس. طب ايه؟ طب هل الروح القدس هو اللي تجسد منها؟ قال لا. قلت له بس اهو ده اللي انا بقصده، ان الثلاث يعملون في وحده واحده هي وحده الحب والانثى دون ان يكون هناك انفصال وانقسام، ولكن هناك تمايز. الفكر ده يا اولادي لازم احنا ندعمه في اولادنا. العالم النهارده سر اشكاله، يعني يمكن انتم ما تحسوش عشان ما بتسافروش بره، انما في بلاد بره نظرا لان الكنائس ما بتديش جرعات كهوتيه حيه، فاصبحت المسيحيه عباره عن يسموها ethics not theology. ethics يعني خلقيات، فاهمين ازاي؟ يعني خلقيات، يعني بص المسيح على انه راجل بتاع ايه؟ مصلح اجتماعي، راجل سوبرمان، يعني صحيح في دراما عنيفة انه مسكين مسكوه وصلبوه، ولكن برضو جدع، طلع جدع، عارف انه هو يقوم ويغلب الموت. فنظرته اليه نظرة انسانية خلقية اجتماعية، ولذلك فقدت المسيحية هناك عمقها وزخمها وجمالها وحلاوتها، إلى أنها أصبحت شوية أكلة ممكن جدا الإنسان عن طريق المدارس الفلسفية والاجتماعية تتكلم عن الأخلاق. إنما إحنا عاوزين نربي أولادنا على هذا بمستويات. هنا أهمية أمين مدارس الأعلى وأمين الأسرة والخادم في دموعه وصلواته في البيت. يا رب اعطيني ان انا امجدك ايها الثالوث الاقدس، علمني ازاي ايها الاب السماوي اللي اخترتني واحضرتني انا، ان هو مع ان انا هذا فضلا منك وليس استحقاقا فيا، واعطتني ابنك الحبيب ليكون شريكا لي في كل شيء فيما عدا الخطيه وعداك. اعطيني يا ربنا يسوع المسيح النعمه دي، ان انا وانا بخدم الاولاد اخليهم يحبوك ويحبوا ابيك الصالح، وإن يشتغل الروح القدس في حياتهم يجددهم، يجدد ذهنياتهم وأفكارهم. أدي الدروس اللي لازم إنها تكون. إذا انتزعنا اللاهوت من دروسنا بقت فراغ، وبقت ما نشتمش ما نحلفش ما نجذبش، نتابع بابا وماما وهو بيشتم وبيحلف وبيكذب ونطلع عينين أمه. أدي العيب. وحفظ الشغلان، حفظ ساعة لما يجي المدرس اللي هو حول المسيحية إلى الإسكس دي، تعلمنا إيه؟ ما نشتمش ما نحلقش ما نكذبش، يعني انبسط، خد الكلمتين اللي انت عاوزها، يلا اديني الجايزة بقى وخلصت ماشي، وياخد الصورة الحلوة ولا الصليب ولا انت سهلا مبارك. وانت المدرس الحار المختبر اللي ليه عشرة مع الآب بابنه وبروحه القدوس، ده حاجة تاني. يعني ممكن ما يديش الأولاد صور ولا جوائز، ولكن الأولاد يلقوا فيه نعمة ويلقوا فيه حاجة. على رأي بعض الأولاد كانوا صغيرين كده، كانوا في مدرس كان روحي جميل جدا في مريمين، فكنت بسألهم بقول لهم يا أولاد انتوا خدتوا جايزة؟ قالوا لا. قلت لهم مبسوطين؟ قالوا اه. قلت لهم ايه الأستاذ بتاعنا حلو، ما عاوزين يعبروا على ان درسه فعال. فقال حلو حلو، يعني مش هو شخصيته حلوه، انما عاوزين يقولوا على درسه ايه؟ حلو غني يعني. فالمهم الحكايه دي يجب انها تتثبت فيكم بعمق، مش
الزعم، وبدونها سوف تتعرض الكنيسة في الأيام القادمة إلى أيام سودة. شوف أيام سودة، عندما يشتد تيار الإسلام والجماعات الإسلامية ويحدث ما يحدث من مصائب كتير جدا، ما كانش الأولاد ثابتين كأوراق الخريف، يسقطوا تدور عليهم تلقى ده اللي أسلم وده اللي ضاع وده اللي طفش وده اللي حاز. ولذلك الكنيسة كانت أيام الشهداء كانت بتربي بمنهج لاهوتي ما هوش علمي بتاع دكتورات ولا بتاع، لا، اختباري اختباري، كان القديس ليه عشق وليه حياة، فكان بيسلمها الأولاد وبيسلمها للناس اللي عايشين. وهي الولد الصغير ياخد درس زي كده، الولد اللي في اعدادي يقدر ياخد عن عمل الآب في العهد القديم، ازاي اختار فلان ورفض فلان، واختار فلان ورفض فلان، واختار فلان واختار شعب اسرائيل وعمل ايه، واخرجهم ازاي وقدهم ازاي وعمل ازاي. والرب يسوع ظهوراته، الابن بقى ظهوراته في العهد القديم كيت وكيت وكيت، والتنبؤات اللي في العهد القديم عن الابن ومجيئه المسيا، ومين هو المسيا وايه هو صفاته وايه وظائف الابن لما جاء على الارض وكان فين قبل ما يجي، ده كله في اعدادي دلوقتي بفاهم واعي كل ده كله. بعدين في سنة بقى اعلى سنة بقى ياخد موضوع الخلاص، عمل الاب في خلاصه وعمل الابن في خلاصه وعمل الروح القدس في خلاصه. الاب له رسالة في خلاص الإنسان، وهو أنه يدعو لشركة المؤمنين، يعينه يتبناه زي ما بيقول بولس الرسول في عبد الصاع الأول، عيننا للتبني في ابنه الذي جعله وارث في العبرانيين، الذي جعله وارث، ودك في عبد الصاع الذي لنا الفداء بدمه. والابن في موضوع الخلاص، المصالحة والفداء والتحرير والحرية والتجديد كل النواحي، الروح القدس في مفاعيل عمل النعمة في الأسرار وفي قوة الفاعلية في الإنجيل في الصلاة. أدي أولادي كل تصوري كده للمناهج بتاعتكم. طب والفلاحين اللي بيشتغلوا في الفلاحين، فلاح عنده قدرة انه يقبل اللاهوت احسن من اللبن اللي بالرمان، لانه بسيط جدا جدا جدا، صدق كل حاجة ويقبل كل حاجة. اما تقول له الاب السماوي اللي في السماء اللي زي القرص بتاع الشمس اللي بقى اللي ما عادش يشوفه ابدا يحبك، وانه لما حب يعلن عن حبه ليك وعارف انك انت مش هتقدر تواجه الاب، فأرسل الابن اللي هو يقدر يعبر عن حبه بأنه أخذ دمنا ولحمنا واستتر في جسدنا علشان يعمل كيت وكيت وكيت، وإنه وهو صاعد إلى أبيه الصالح قال أنا أسيب لكم الروح القدس في العالم ليكمل عمل الكنيسة من خلال الأسرار في كل جيل وإلى جيل إلى أن تأتي ملء الأزمنة. ويرى الرب أن عدد المجديين قد كمل فينهز الآن. فهذه التعليم للرفيين، مش التعليم للرفيين الزمن الشمس برضو زي دي الجانب الأول. الجانب الثاني هو التركيز على الخلاص، خلاص النفس من الخطية، وهذا لا يقبله العالم النهاردة. الناس مش عارفة تقبل على ان في حاجة اسمها الخطية، وان في حاجة اسمها المخلص، وان في حاجة اسمها الصليب. عايزة تاخد نواحي اجتماعية، وانا حكيت لكم وقلت لكم ان الاب شليمان لما كان في فيلادلفيا قعد 18 سنة هو راعي
لا دي أنا قلتها في سيجمنت راعي لليونان والروس اللي هم الأرثوذكس الخلق دونيين. وبفكروني مرة أبقيتيكم تاريخ بتاع الكنيسة، إيه هو الخلق دونيين وإيه اللا خلق دونيين وإيه نسطور وإيه ماكيدونيوس، لأن أنا متهيأ لي يعني إن الحاجات دي ما ها ما جاية معه لأنها مهمة. فيقول إيه، إنني نكست أتقبل اعترافات مئات الشباب لم يأتيني واحدا يطلب الخلاص من الخطية، ولكنهم أتوا لكي يمارسوا حسن التكيف مع البيئة، the good adjustment with the community. شوف تصور قديه. فبيحكي على ازاي اللي حتى اللي اسمها social gospel اللي هو الانجيل الايه الاجتماعي، مش انجيل الخلاص، مش انجيل الخلاص. فلذلك لما الكنيسة عندنا تبقى حية برسالة الخلاص تلقى جمعيات خلاص النفوس قفلت، وهي هي تحب انها تبقى خلاص الكنيسة بتشتغل وبتتوب النفوس وبتدخل الموعظين والخطاة وبتدخلهم للمؤمنين. احنا من شغلتنا ايه؟ هو ده كده، احنا ننضم اليها. انما الكنيسة ما فيهاش رسالة الخلاص، والأسس اللي فيها قاعدين علشان خاطر يجروا ورا لقمة العيش لازم خلاص النفوس تبقى في منتهى الفظاعه، في منتهى الفظاعه. ولذلك انا لما اروح اي بلد، كنت في الصعيد ولا في وجه بحر، اول سؤال اساله هو ده، جمعيه خلاص النفوس ازايها، عشان اعرف الكنيسه عن طريق الايه الموضوع. فكان يقولوا لي مثلا تبعتهم ان الرساله في الكنيسه ميت على طول، ان قالوا لي لا دي ضمره جدا وما فيش حد بيروح وما بيروحش فيها الا البلاميس ويروح فيها شويه الانجليين وتا. اما من الكنيسه ايه حياه، كيف تصير الكنيسه حياه؟ عن طريق الصلاه والانجيل والعمل الفردي، ان كل واحد فيكم ماسك رساله الخلاص. مش ضروري يعمل زي الأسيس ولا ماسك الإنجيل ومرشف في الشارع كده هو يعني، لا مش لازم، دي الطريقة الإنجيلية الحلوة وجميلة وجميلة. إنما لا مش لازم تمسك الإنجيل وتمشي في الشارع كده، إنما لازم تمسكه وتحطه فين؟ فهم؟ ويبقى صغير كده هو موجود في إيه؟ في جيبك، وتدخل للشاب ولا أي حاجة تفتح وتصلي معاه، بص اول مره بيرفض الرساله بتاعتك، والثانيه خصوصا بقى لما بنت تكون مراهقه مثلا وعلى علاقات غراميه بالواد ومعكوكه عكه فظيعه جدا، كل ما تروح لها الاخت المكرسه مش عايز تشوف وشها، ويتحاول انها تهرب منها وكل حاجه. مره في مره في مره لما طيار السحب يعمل ايه؟ يشدها ويدخل خلاص. من خلال هنا بقى اللي يميز الفرق بين الخلاص في الهيئات الأجنب الطوائف وبين الكنيسة، أن الخلاص من خلال الكنيسة، لذلك نسميه من خلال الشركة. المسيح له المجد عندما أسس كنيسته أسسها إيه؟ جماعة، شركة، أصنع الفصح مع تلاميذي. بل لذلك في الطقس بتاع الكنيسة إنه ما يقدرش الأسقف لوحده يعمل قداس، لازم الشماس ولازم العلمانيين. يقولوا له إذا كنت أنت هتعمل قداس لوحدك من الذي يقول أمين؟ مش ممكن، لازم الشركة تعمله المين ليك أنت لوحدك، لا ما ينفعش. فالطابع بتاع إن إحنا نصلي معا، شوفوا ادي الشركة، نصلي معا حتى لو صلينا في اوضتنا، بس بنصلي ايه يعني؟ الأجبية دي صلاة شركة، لان انا وانا بصلي صلاة الايه الكنيسة معا، مش كده يعني؟ زي اخوي طب واقف وانا بصلي في اوضتي كده، هو بتصور كل المؤمنين كلهم بيعملوا ايه ميصة، بس الحجز المكاني. واذا الرب
أعطى فرصة زمنية زي الكنيسة لما بنروح نعمل في يوم الرب بيتشال الحاجز المكاني ونصلي كلنا إيه مع بعض. يبقى إذا نصلي معا نصوم معا نصوم معا نمارس الليتورجيات معا نمارس الليتورجيات معا. مش ممكن عماد يتعمل من أسيس وعي الغبال؟ مش ممكن. يبقى غلط في الممارسة بتاعته. مش ممكن أي سر من الأسرار، مفيش إلا سر الإيه؟ الاعتراف التوبة، وبرضه من خلال الإيه؟ الكنيسة. نطيع الكلمة من على المنبر معا، نخضع للإنجيل كلنا معا، كل الليتورجيات لازم فيها الإنجيل عشان الكنيسة الله تحني راسها كلها، شوف كلها حتى الأسقف كده ولازم يحط راسه كده ويحط الإنجيل على عمته اللي هو علشان يعلن إن احنا كلنا معا خاضعين لكلمة إيه؟ كلمة الرب. صوموا معا، نصلي معا، نتتلمس للإنجيل معا، نمارس الليتورجيات معا، نمارس أعيادنا معا، وبالأخص عيد الفصح الأسبوعي والسنوي. الأسبوع اللي هو يوم إيه؟ يوم الأحد. السنوي اللي هو معروف بتاع أسبوع الآلاف. حياة شركة. روحانية الكنيسة الأرثوذكسية روحانية شركة لا تتسم بالفرد. ولذلك أنا قريت كتاب مرة، لا أنسى، كتاب بروتستانتي مترجم، المسيحية ديانة شخصية. فأنا جيت كده وعلى الكتاب ورحت شاطب وقلت له المسيحية ديانة شركة، وهو بقى تلقى الكتاب الخطوط بتاعته كلها ضد الكلام اللي أنا بقوله. أنت وهو وبس، أنت وهو وبس، كل حاجة أنت وهو وبس، كل حاجة أنت وهو وبس. فحتى لو راحوا الكنيسة أو المجتمع بتاعهم ده برضو الحرص على الفردية. طبعا احنا ما بنلغيش العلاقة الشخصية في الخلاص، يجب أن يكون لكل حياته الايه؟ الخاصة. مش معنى كده يعني ان الواحد يبهيص وضايط وكل حاجة، زي مثلا الشمامسة المكرسين او الشمسات، كل واحدة فيه لها حياتها الخاصة، ولكن الشركة بايه؟ بتلفهم. والبنت اللي ترفض حياة الشركة تبقى الذات بتاعتها عنيفة، وفي الغالب ما تكملش وتسيب الجماعة ما تمشي. فزي كان لما تسألني مثلا أختي وتقول لي أنا بحب إن أنا أصلي التسبيحة، فقلت لا لا، لازم تصليها مع إيه؟ أخوات، تاخدي بركة أخواتك. شوف قد إيه، حتى لو كنت أنت حافظة كويس أو هم على قد الحال، إنما وجودك وقفتك وياهم هي دي ذات طابع إيه؟ أرثوذكس. مفهوم الكلام ده؟ أدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، غرس الطفل في الجو الكنسي. عجبني واحد شماس في كنيسة العذراء عندنا هنا، وانا حلو قوي قاعد معايا، يقول لي سيدنا احنا عندنا الاسرة عدد بيجي كتير جدا جدا، بس ده ما بيهزنيش. جمل عجبان لغاية دلوقتي فاكر. قلت له امال ايه هزك يا دكتور؟ قال لي اللي يهزني انهم يكونوا شمامسة واعضاء عاملين تكنس. قلت له برافو عليك، عاوز يغرسهم في الايه؟ في الكنيسه. اخد الكلام ان عيال جايين علشان يا زي اجتماعات الشمال عندنا دول ضيوف، دول ضيوف يعني يبص كده يطل مين اللي هيتكلم النهارده؟ سيد طيب ندخل اهلا ده حق الموضوع بتاعه يا سلام زيد. وبعدين هو طالع ده الحق كويس قوي قوي، باي باي سلام بارك. ضيوف، في فرق بين الضيوف وبين الأبناء.
الضيوف يجي يقعد شويه وتنوا ايه ماشي، انما الابن قاعد في بيت ايه، في بيت ابوه. يا بخت الخادم اللي في اعدادي واللي في ثانوي اللي زرع الوتر ده والكنسي. طبعا في طرق كتير، منها مثلا موضوع الشموسيه، ومنها موضوع تذوق الجو الكنسي الالحان والطقس، منها ان دروسه كلها مطبوعه بطابع الايه الكنسي، يعني بتشجع على الحياه الكنسيه ما بتخلوش. طب في كتير قوي من الشبان اقول له انت بتيجي فين؟ قال لي انا باجي احضر الوعظ، حتى بالقدام يهمه انه يحضر الوعظ، ممكن بعد الوعظه تنواش. ده ارثوذكسي؟ انا اعتبره انه مش ممكن يكون كده لانه بيجي يحضر الوعظ. عشان كده يا ولادي لازم تفكروا في ازاي اولادكم وبناتكم يتغرسوا. انا بيعجبني قوي في طقس الناس، في طقس الزواج، الاثنين اغرسهم في كنيسك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه، وقت به النافعين الى كنيسه. وبالنسبه للجواز واجعلهم يفرحون بولاده البنين والبنات. انما بالنسبه لي الشماس غرسوا دعموا احفظوا جوه الحياه الكنسيه. ولذلك في كتير من الشباب بتاعنا يخاف من الكهنوت، مع انه بيقول حلو وعنده اختبارات كويسه وكلها، عارف ليه؟ لانه ايه؟ مين يقدر يقول لي لانه ايه؟ لا مش كنسي. يتصور كده يقول يا لهوي انا طقس واللي مش عارف ايه والبتاع، اعرف منين الحاجات دي كلها والبتاع، مع انه ممكن يتعلمها. يعني في كتير من نوع من اللي شايفينهم انت اسس قد الدنيا دي مثلا ما كانوش يعني، بس كانوا يعني عندهم استعداد انهم ياخدوا الطابع الكنسي. انما غالبيه الشبان حتى امناء اجتماعات الشبان فوسط القهوة لو وقفوا حوالين المسبح مره مره، ولا حفظوا طقس زي شكله، ولا حفظوا الالحان بتاع اسبوع الالام، ولا يعرفوا ايه الهوسات والابروسات والبتاع، ولا يعرفوا حاجه من الحاجات دي كلها. ولذلك بيتفزعوا من حته لما واحد يدعيهم للكهنوت. بينما لما نكون كلنا مغروسين وفي عندنا نداء داخلي بتبقى العمليه سهله. ارتباط الدرس بالطقس، انتوا عارفين حكاية الدوار، مين يعني الدوار مش كده؟ وانا مش عارفينه. الدوار اللي هو الدوار اليومي والدوار الايه الاسبوعي والدوار الايه السنوي، دي معروفة. يعني ارتباط الدرس بالاعياد والمناسبات، ارتباط الدرس بالحياة الكنسية ككل. كمان ايضا مهم جدا في دروسنا شركة السمائيين، شركة السمائيين. يعني من الطابع الارثوذكسي حلو جدا ان الاولاد يتعلموا ازاي انهم مش بس يتشفعوا بالقديسين، دي حتة صغيرة يعني، انها في كمان هي حضور القديسين في حياتهم. الأقباط زمان كانوا كده، ملاك مخيل ده ليه معزه كبيره ويعملوا له قرص ويروحوا في عند الفقراء ويوزعوا بتاعه الملاك. اظن دلوقتي قليله مش كده؟ موجوده؟ كويس. انا ما حدش جاب لي قرص. مع انه مفروض اللي بيعمل حاجات زي كده لازم يبعت الاسقف نصيبه، يعني ما فيش كان يعملوها بالزيت اللي فات كده والسمسم وتحمها يبقى لذيذ. انا فاكر وانا عيل كنا نحبها قوي 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 بتاعت الملاك والقديسين كل الشركه مع القديسين. وماري جرجس، ماري جرجس
البطل يا بطل، وتبص تلقى الأقباط عندهم الحكاية دي يا بطل، والعجيب إنهم رجلين سريع النادى اللي يطلبوا جلد عنده الحصان بتاعه بيجري بسرعة أكثر من نفسه ويدخل ويعمل حاجات كتير. لا لا أقول لكم على معجزات عملها ماري جرجس مع كثير من اللقبات وعرفتها في حياتي الرعوية الطويلة دي، جميلة ورائعة ومذهلة للغاية. أهلا وسهلا، تفضل يا مان. مين يا أولادي الحتة دي؟ يعني نمرة واحد التشفع، ونمرة اثنين تزيين البيت بأيقوناتهم وطلب معونيتهم. نمرة ثلاثة طلب معونيتهم في الضيق والإحساس بحضورهم، وكل ما الإبط يكون متأثر به الملائكة والإدريسين تبص تلقى الشياطين تهرب وتطفش، لأن الملائكة بيحاربوا وبيعدوا الأرواح الشريرة، وممكن أحيانا يحلم بيهم ويشوفهم ويقعد مع القديس ويقابله كل حاجة. يعني مثلا الأنبا إبراهيم المتنيح يا مناس راحوا العزب ومعروفة قصته، ودخلوا وفاكرين أنه هو عايش، ولقوا قعد لهم على الكرسي ويقولوا له نعمل ايه يا سيدنا، يقول لهم اعملوا كذا يا أولادي، ويروح يقول لهم قابلناه وقال لنا لكم ايه وبتاع وفي الاخر ياما شوف ياما القديسين ليهم. نعم لما ايه لما ايه تتعمدوا عاوز اعمدوا من جلي. لا انا اشك، لا انا اشك في هذا. في حد قال لي كلمه اختي قالت لي كده؟ لا ممكن يعني لو واحد ايوه لا هو ممكن جدا ان حد يروح يقابله ويقول له التزم بحدود الكتاب المنهج. ايوه بس انما على الاقل اولا ما يعلنش هذا الاولاد ويعلمهم يلتزم بحدود الكتاب، يعني لازم حد يقابله منه. يعني ممكن تبي نشوف مثلا الاستاذ ميلاد او هو اسمه ايه؟ طب هذا الكلام ما هو دي بقى عارفه ناتجة من ايه؟ من الحته اللي قبل كده، ان الفكر اللاهوتي مش روحانيه شركه، انما انا وربنا بس في الباليه اللي احد يدخل في وسط السكه. ما هو دي مبنيه على الذهنيه بتاعتك ان ما فيش الحياه الشركه، انما لو امنا بالشركه ان الكنيسه هي ده النهارده عالم في مجلس كنائسي عالمي بيقول لك كده Christianity is the religion of community. ده النهارده كتب كده عندي فوق، كنت لسه اقرا كتاب وانا في من كتب برينستون البريزبيتيريان، وبيتكلم على انها بتاعت شركه مش بتاعت لا دي برضو ممكن بشوف مين هنا من التربيه والتعليم فيكم مفيش حد؟ الحمد لله. طيب النقطة اللي بعد كده مراعاة سيكولوجية المرحلة بجانب النواحي اللاهوتية والنواحي الكنسية والنواحي الروحية، تبرز الناحية النفسية، ان لازم الدرس يتفق مع نفسية الطفل. فمثلا العيال الصغيرين الاطفال في مرحلة الحضانة يميلون الى الخيال، فنقدر نديهم القصص اللي فيها الخيال الرائع زي عبور الأردن وعبور البحر الأحمر والنواحي اللي فيها مثلا دانيال في قبة الأسود
وممكن المدرس يديها طبع لذيذ قوي انه لما نزل في الجوب الاسود قالت له اهلا وسهلا مرحبا ده انت يعني بركه لينا واحنا مش هنقرب منك ولكن تسمح لنا ان احنا ناخد بركتك وعادي الحسن ورجليه وبتاع. ومثلا يعني اذا كان العيال صغيرين ابو ثلاث سنين او بساعة وهو قعد يحطت ايديه عليهم وفرحان وبتاع فجيه الراجل وسائل من فوق يا نريان قال له ايه ده انا مهيص تحت زي احنا ما كنا مهيصين في شرط فيعني ممكن جدا يعني الدرس يبقى ذات طابع ايه خيال ده في مرحلة الحضانة او يسموها في علم النفس الطفولة المبكرة. الطفولة المتأخرة يحبوا الابطال بس متناسرة مش سيستماتيكية. تعرفين يعني ايه سيستماتيكية ولا ما تعرفهاش؟ يعني المتتابعة المنتظمة المتتابعة. انما المتناسرة يعني مثلا حياة بطولة إبراهيم بطولة إسحاق بطولة موسى بطولة دانيال بطولة بولس إلى غير ذلك. وبعدين بعد كده هو في آخر هذه المرحلة يحب التتابع يعني يمسك سيرة واحد مثلا زي إبراهيم وياخده على حلقات على حلقات ويتتبع عمل النعمة والإيمان في حلقات حياته. لذلك هنا يجب أن يتسم منهج أواخر المرحلة الابتدائية وأوائل الإعدادية بعملية الشخصيات ودراسة الكتاب من خلال الشخصيات. وبعد كده في إعدادي ممكن دراسة الكتاب المقدس بقى بالإصحاحات يعملهم مثلا يدرسوا حياة المسيح معجزاته في إنجيل متى وبعدين أمثاله في إنجيل معلمنا متى وبعدين حياته الأخيرة إلى غير ذلك. يقدر الولد يعني في ثانوي يقدر بقى ياخد شخصيات لا مواضيع الخلاص من خلال الكتاب ومن خلال أيضا الأسرار وأكثر عمقا يعني بقى تدي يعرف كي يعني غير بقى زمان لما كان بياخد العماد في سادسة ابتدائي الطقس بتاعه نلبس الأبيض علشان بقينا حياة جديدة والشمع علشان ان احنا منورين والدفن علشان بندفن مع المسيح دي اللي هي النواحي الطقسية. انما دلوقتي ياخد على الولادة الجديدة والتوبة كامتداد للولادة الجديدة إلى غير ذلك أكثر عمقا ياخدها لفايدة حياته الشخصية خلاص. آخر نقطة بقى مراعاة احتياجات العصر وتحدياته. لازم الدرس يكون في الواقع ما يبقاش فانتاستيك. تعرفين فانتاستيك يعني ايه؟ يعني في الأبراج عادي في الخيال كده وفي في البيت. السيد المسيح لو المد عندما كان يمارس خدمته كان يعيش واقع الناس وحياته وكان يتكلم حتى الأمثال بتاعته كانت من حياة الناس. يجري ملكوت السماوات خميرة الست كانت قاعدة وطرطيش العجين على بتاع الجلبية السوداء بتاعت بعيد أوي يجري ملكوت السماوات فلاح خرجة زرع على يزرع هم فلاحين كانوا قاعدين وهكذا. فمهم ان احنا نشوف احتياجات العصر. يعني مثلا بالنسبة للولد اللي في اعدادي نركز على فكرة حاجتين اساسيين من التحديات. التحدي الاول وهو رفض المجتمع للاهوت المسيح اللي هو الاسلام يعني والأسئلة اللاهوتية والتعيير بأنه بيعبد المصلوب وبيعبد الصليب. والتحدي الثاني العفة أن الناس النهاردة بتفتخر بالنجاسة والواد يقول للواد شايف بص البت دي شايف أنا مش عارف بعمل إيه أنا بعمل إيه ويفتخر حتى لو كان كذب
إنما هو جانب كبير جدا افتخار به فخرهم فيه خزيهم. فنعود إزاي الواد يعيش في وسط هذا العالم وهو يحمل شهادة الطهارة والقداسة ونقاوة الخلق. أدي الشغل، أدي تحديات بتاع ولد في إعدادي وأوائل سنة. بعد كده في ثانوي مثلا تحديات القلق، العنف اللي موجود، الشراسة والبتاع، عدم الأمانة، تهليد، سرقة واتجدع، ولا فلان مش عارف ايه سرق ايه، ولا لك واتجدع، ده حاجة فظيعة. اهدي تحديات طلعت، بس ما ناخدهاش من ناحية السلبية، ناخدها من نواحي الايه الإيجابية. في حد عنده أي سؤال يا أولادي في الصورة اللي أنا اديتها دي عن سمات الدرس؟ تفضل يا معلم. معلش أنت طبعا طبعا لا، هو البيت نمرة واحد، وبعدين نمرة اثنين المدرسة، ونمرة ثلاثة الكنيسة. إنما ممكن جدا الكنيسة في سن إعدادي وثانوي تعمل عملية تأثير كبير إنها تبقى هي نمرة واحد. يبقى هو خمرجي ولكن الخادم بتاعه شخص قديس يحب اللفد بتاع مدرسة أحد وما يحبش اتجاه أبوه. ممكن. تفضلوا نصلي.